لو تضعنا في الحصيلة النهائية لمجريات المعركة حتى اللحظة. أخي الكريم، المعارك لا زالت مستمرة والتقدم مستمر، هناك يعني مواجهات في مختلف الجبهات القتالية، وكانت حصيلة اليوم هو التقدم والسيطرة على عديد من المناطق، والوصول الآن يعني على وشك السيطرة على معسكر العمري وتمشيطه للغام. وأما الحصيلة النهائية لأعداد الخسائر، هناك أعداد كبيرة للميليشيات الإنقلابية، قتلى وجرحى وأسرى، ولن يتصل لنا الحصر النهائي لأعداد القتلى، لأن المعركة لا زالت مشتعلة هناك. وإن شاء الله في الساعات القادمة سيتم موافقة الإعلام بالأعداد الدقيقة والنهائية لعدد القتلى والجرحى لهذه الميليشيات، لكن بشكل عام الوضع العام إيجابي، يسير في اتجاه في صالح الجيش الوطني في كل الاتجاهات، والاقتراب يعني من تحقيق المزيد من التقدم والسيطرة على أراضي ومواقع جديدة وتحريرها من أيدي هذه الميليشيات. أخي الكريم، هناك أخبار تتحدث عن محاولات قطع إمدادات تصل للجيش الوطني من عدن ولحج، هل هذه الأخبار صحيحة؟ وبالتالي كيف إذا كانت صحيحة كيف يتم التعامل مع هذه المحاولات؟ خاف عندنا طرق الإمداد للجيش الوطني بعيدة جدا عن متناول هذه الميليشيات، لكن هي تحاول استخدام بعض الصواريخ البعيدة المدى في هذا الاتجاه، لكنها تخيب في كل مرة. الإمدادات للجيش الوطني من العمق إلى الجبهة هي مؤمنة وبعيدة عن تناول هذه الميليشيات، هي تحاول البقاء والتثبت بالمواقع التي تحسن لها، لكن إن شاء الله عزيمة الجيش الوطني ورغبته في تحرير ما تبقى والمعنويات العالية التي تمتع بها والتناسق والتناغم بين ألوية المنطقة العسكرية الرابعة القادمة من محور عدن ومحور تعز ستمثل دفعة معنوية قوية وقدرة نفسية على التغلب على هذا العدو والانتصار عليه وتحرير ما تبقى من محافظة تعز من أيديهم، والخلاص قريب إن شاء الله. أخي الكريم، القيادة في المقاومة الشعبية كان معنا في النشرة قبل قليل وقال أن ربما قد يكون هدف استراتيجي لهذه المعركة هو الوصول إلى ميناء المخا، أي الطرق هي اليوم أقرب للوصول إلى ميناء المخا وإسقاطهم واستعادتهم من يد الميليشيا؟ هناك في التكتيك العسكري طرق رئيسية ومعتمدة، وهناك طرق يعني حربية، التطويق والالتفاف ويعني لتقليل الخسائر وتقليل حجم الكلفة. التحرك في اتجاه المخا، هناك يعني اتجاهات كثيرة ومتعددة، والجيش الوطني قد اتخذ خطته وقراره على تنفيذ العملية العسكرية والنجاح فيها بأقل التكاليف وأقل التضحيات، وأيضا التنسيق بين الألوية العسكرية القادمة من الاتجاه الغربي مدينة تعز واتجاه الجنوب محور عدن سيخفف العملية، سيسرع في عملية التحرير والاقتراب إلى ميناء المخا، وسيوفر كثير من الإمكانيات والتضحيات. سيكون هناك التحام وتطوير، وهناك ضغط على العدو من كل الاتجاهات، وإن شاء الله سنصل إلى هدفنا مهما كانت التضحيات إن شاء الله.